قالوا للسيد هذا الجليل: سيدنا لماذا تبكي على الزهرة؟ قال: أمنا فاطمة صديقة وماتت وهي غاضبة على قوم ونحن غضاب لغضبها، وماتت وهي مظلومة ودفنت في الليل وما نعرف قبرها وين إلى اليوم. نسأل عن قبر الزهراء، وين قبر الزهراء؟ وأنا شاهدت هذا الشيء بعيني، الله يعلم. أقول أذكر السادة أبناء الزهراء، وأنتم كلكم أبناؤه. سيد جليل نوراني، والله وجهه وجه نوراني، يتلفت في البقيع، يتلفت يتلفت. أنا تصورت أنه مضيع شيء، شيء ضايع من عنده يعني. قلت: سيدنا أنت مضيع شيء، ضاع منك شيء، أنا أكون بخدمتك؟ تفت لي وفاضت عيناها بالدموع، قال: يا شيخ أنا مضيع قبر أمي فاطمة، أنا أريد أمي فاطمة، أريد أبكي عليها، أريد أوصل إلها. الزهراء تركت حسرة في قلوب أبنائها وفي قلوبنا جميعا، تركت حسرة كبيرة. أبناؤها كذلك أحبتي،